أتلتيك بيلباو ليفنتي الدور الإسباني الدرجة الأولى الجولة السادسة وين أتلتيك بيلباو وين شنا كيفاش الشوط الأول وانتهى 0-0 شاهدنا كيفاش كانت المباراة مباراة وين كان الشوط الأول تاع تضييع أهداف وين نقولوا باللي ليفنتي اللي لعب بخطة يعني خطة نقولوا باللي لعب بثلاثة خمسة اثنين شنا كيفاش أتلتيك بيلباو وين لعب بخطة 4-3-3 يعني شنا كيفاش الشوط الأول وين كان كانت تضيع فرص من جانب ليفنتي خاصة روبن وين ضيع هدف محقق في الدقيقة 30 وين شنا كيفاش الحارس أوني الذي أنقذ المرمى تاعو شنا أتلتيك بيلباو في الشوط الثاني بعد شنا كيفاش كانوا بعض التغييرات من شنا كيفاش إيليكس الذي سجل الهدف في الدقيقة 68 شنا ويليامز الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 79 يعني كانت مباراة كانت شيقة وشنا كيفاش ليفنتي اللي دخل شنا كيفاش نقولوا باللي روبن فيزو من جانب ليفنتي شنا سيرجيو شنا كارلوس شنا روبن كذلك جين شنا مايكل شنا كيفاش إينيس شنا خوسي لويس يعني من جانب ليفنتي أتلتيك بيلباو وين أوني سيمون الذي أنقذ المرمى تاعو شنا كيفاش بيراس شنا مارتينيز شنا مايكل شنا أندريا كابا شنا داني غارسيا أوني لوبيز اللي خرج في الدقيقة 71 شنا راول غارسيا شنا إليكس شنا ويليامز يعني إيكير وين شنا كيفاش أوني كذلك وين شنا جون اللي دخلوا في الشوط الثاني يعني نقولوا باللي الشوط الثاني كان مغاير بالنسبه نقولوا باللي بالنسبه لأتلتيك بيلباو وين عرف كيفاش يستغل الفرص عرف كيفاش يغير الخطه تاعو ويسجل نقولوا باللي سجل اهداف في وقت حساس جدا نقولوا باللي خاصه وين شنا كيفاش سجل اهداف شنا كيفاش وين خادع ليفنتي ليفنتي اللي نقولوا باللي اليوم وين أتلتيك بيلباو عرف كيفاش يسجل لهم اهداف عرف كيفاش خاصه وين تغييرات المدرب تاع ليفنتي اللي ما طاتش كما يقولوا اضافه. هذه هي المباراه الجوله السادسه أتلتيك بيلباو ليفنتي. أتلتيك بيلباو يفوز بهدفين لصفر امام ليفنتي في الدور الاسباني الدرجه الاولى. سعيد.